يعني يكون تقييم الفراكتشر أو التيومر أوبريت، فإن مثل ما تشوفون بهاي الطريقة، بس عندنا هاي الرايت سايد أوف بيشنت وهذا الليفت سايد. فإحنا إذا عندنا المشكلة مثلا بالجهة اليمين راح هي تكون قريبة من الآي. يعني مثلا أنا عندي مشكلة من هاي الحالة بالرايت سايد، وبهاي المشكلة أنا بهالحالة عندي مشكلة بالليفت سايد، فأخليها قريبة من الـ IR. وطبعا هو يستخدم حتى for evaluation of axillary portion of ribs. هذا هو الـ axillary portion of ribs أي مكان، يعني أنا ممكن بالـ PA أو الـ AP ممكن أنا هاي المكان ما تبين لي بصورة واضحة، بس بالـ object view راح تبين لي بطريقة أوضح. طبعا هاي الصورة للتفرقة بين اتجاه الـ anterior والـ posterior ribs، هذا اتجاه الـ posterior ribs وهذا اتجاه الـ anterior ribs. أيضا حتى تفيدنا هاي الصورة بحساب الـ ribs. شلون نعرف انه adequate inspiration or not؟ طبعا لازم نشوف مكان الدايفرام بالنسبة للريبس. عندنا في حالة إذا الدايفرام كان من ليفل مال الريبس البوستيريور ريبس من الثامن التاسع العاشر، معناها adequate or full inspiration. أو الدايفرام يكون بالليفل of 5th to 6th anterior ribs، هذا معناها adequate inspiration. يعني الدايفرام نشوفه إذا نازل للليفل مال الطبيعي اللي هو عادة يكون وين؟ يكون بالريب نمبر 10 تقريبا، فمعناها المريض ماخذ نفس جيد. وكذلك نشوف مبين عندي الريب التفكير الريب الثامن التاسع العاشر، أو إذا بدنا نحسب anterior ribs نحسب يعني الخامس والسادس anterior ribs يكون عندي واضح. الكارديك شادو مثل ما تشوفون، الكارديك شادو هو عبارة عن شنو؟ أوفال شادو with apex pointing toward left، الأبيكس باتجاه اليسار occupying less than half of the transthoracic diameter. لازم حجم الهارت أقل من 50% من حجم الترانستوراسيك دايمتر من هذا القطر الصدر كله، لازم 50% أقل. فاحنا والا اذا اكثر راح يكون تضخم بالقلب او كارديو ميجالي. احنا في هالحاله اكو شيء اسمه سي تي ار او كارديو ثوراسيك ريشيو. شنو هي؟ هي عباره عن ترانسفيرس كارديك دايمتر على الثوراسيك دايمتر. وشو نجي نحسبه؟ نجي نجر خطوه هنا بالطول الميدلاين او مستوى، خلينا نقول بمكان التريكيو بالضبط مو بالمثل. احنا نمشي ننزل خط بالطول بالميدلاين، بعدين اجي انا اجر خط عرضي. هاي اول خطوة. ثاني خطوة اجر خط وهمي عرضي ايضا، اشوف هذا مو الرايت كارديك بوردر، اشوف اقصى مكان واصل الرايت كارديك بوردر هي هاي النقطة. اذا انا اجر خط من الميدلاين اللي تخيلته بالبداية الى اقصى نقطة بالرايت كارديك بوردر، بعدين اجي اشوف الليفت كارديك بوردر، اجي امشي على الليفت كارديك بوردر وين اقصى نقطة اعرض نقطة هي هذه. اذا اجي الخط من هاي اقصى نقطة الى الميدلاين، اذا هذا الرايت سايد، هذا الليفت يعني الرايت كارديك بوردر وهذا الليفت كارديك بوردر اقصى حد وهذا اقصى حد. اجي اجمع اي زائد بي، اجمع الرايت مع الليفت وأخليهم هاي مثل لي الـ transverse cardiac diameter.
بعدين اجي شلون احسب الثراسك دايمتر، اجي احسب من الانر بوردر اوف ريب، مو هذا الريبس من الانر بوردر، اجي احسب من هاي الجهة من اليسار الى اليمين او من اليمين الى اليسار، هاي تمثل لي الثراسك دايمتر. اجي بعدين اسوي نسبة وتناسب، نجمع الاي مع البي ونقسمهم على السي، لازم النسبة تطلع اقل من 50% او اقل من 0.5. هذه الصورة ايضا عن السي تي ار، يعني لازم ما يكون اكثر من 50%، اذا اكثر من 50% معناها شنو؟ معناها كارديو اندبيلي او تضخم القلب. طبعا في الكبار او في الادلت عندنا يعني 50%، اكثر من 50% راح يعتبر كارديو اندبيلي في حالة انه كان الباشنت اريكت وبي اي بروتكشن. طبعا بالاطفال اكثر من 60% هو يعتبر كارديو ميجالي. الفيلم كواليتي، جودة الصورة تعتمد على شنو؟ تعتمد على البنتريشن الاختراقية، وتعتمد على الانسبيريشن، لازم المريض يكون فول انسبيريشن ماخذ نفس جيد، والانجوليشن والروتيشن، وكذلك الادكوت بوزيشن والديستنس فروم بيشن تو سنترو. نتناول أول نقطة اللي هي البنتريشن. البنتريشن شنو هي؟ هي نفاذية الأشعة أو اختراقية الأشعة. إحنا لازم شلون نقول إنه هذا البنتريشن مضبوط أو لا؟ We can see the lower thoracic vertebra through the heart. هذا هو معنى البنتريشن المضبوط. على الصورة نشوف البنتريشن. الصورة penetration يكون جيد، يعني we can see the vertebra through the heart، يعني عبر الهارت أنا أقدر أشوف الدورسال فيرتيبرا. طبعا penetration عندي إذا كان over penetrated الصورة راح تكون عندي، أو over exposed راح الصورة تكون عندي محروقة أو hard، يعني انطيت اكسبوجر او انطيت اشعه، انطيت طاقه اكثر من المطلوب او اكثر من الصحيح، او اندر بنتريتد او اندر اكسبوجر، هذه انه انا انطيت اكسبوجر اقل من اللازم، فالصوره راح تكون عندي سوفت. هذه الصوره اوفر هارد، والاندر هي سوفت. هاي الصوره بنتريشن، انه هو يكون البنتريشن مضبوط، انه انا I can see the spine through the heart. Also I can see the ribs through the heart. Abdominal vessel. The underpenetrated أو underexposed مثل ما تشوفون هاي الصورة غير واضحة أبدا. أو the overpenetrated المحروقة أيضا راح أشوف الصورة غير واضحة، إنه يعني أستطيع أشوف ال beyond the diaphragm. واللنج ديتيلز أيضا محروقة، يعني ما تنطيني أي فكرة كافية عن إن كان أكو باثولوجي أو أي مشكلة. أيضا صور الأوفر والأندر إكسبوزد. هاي الصور بالإنسبيريشن والإكسبيريشن، مثل ما قلنا البيشنت لازم يكون in full inspiration، يعني ياخذ نفس عميق ويكتب. شلون نعرف؟ نحسب الريبس. الريبس اذا احنا نحسب الريبس الى البوستيريور ريبس، احسب 8 9 10 بوستيريور ريبس يكونون مكان الدوم اوف دايت، او اذا تحسب انتيريور 5 6 انتيريور ريبس. بنشوف الفرق هاي الصوره الانسبيراتوري والاكسبيراتوري، راح نشوف الكارديك سايز جدا واضح بصورتين مختلف. يعني اول نقطه انتبه لها هذا هذا الاكس راي، انه الدايفرام بالانسبيريشن نازل بالاكسبيريشن مرتفع، والكارديك سايز هنا تقريبا نورمال هاي الصوره. هاي الصوره يبين كانه كارديوميجالي او صوره غير مضبوطه.
فيعني أنا الأفضل منه الإنسبيراتوري والإكسبيراتوري فيلم. طبعا الإنسبيراتوري والإكسبيراتوري لأنه الدايفرام راح يكون نازل، والكارديك سايز راح يكون يبين بطريقة أوضح مما لو كان إكسبيراتوري فيلم. طبعا نشوف البستيريال ليبس الأيث والناينث والتينث بمستوى الحجاب الحاجز، معناها التنفس مضبوط، معناها فول إنسبيريشن. هذا مريض عناية مركزة، هاي ماخذين انسبيراتوري فيلم، راح نشوف انه اكو هالحالة. اذا كان الفيلم الاكسبيراتوري شوف هنا اكو مشكلة او باثولوجي ما بين، بالانسبيراتوري بين، لانه بينت اللنج بطريقة اوضح وبينت لي المشكلة. الروتيشن، الروتيشن طبعا احنا شلون نحكم على الصورة روتيتد اور نوت. الصحيح انه تكون نوت روتيتد، انه الصورة تكون بوزيشن مضبوط، الصورة تكون عدلة، هذا هو مفهوم الروتيشن. الروتيشن اجي انا اشوف هاي السباينس بروسيس اوف دورسال فيرتيبرا، اشوفها واضحة تكون بالشيست اكس راي، وعندي الكلافيكل، الميديال بوردر اوف رايت كلافيكل والميديال بوردر اوف ليفت كلافيكل. أجي أنا أحسب المسافة بين the spinal suppressus of dorsal vertebra وال medial border of right clavicle، أرجع أحسب المسافة from the distance from spinal suppressus of dorsal vertebra to the medial border of the left clavicle. لازم المسافة تكون مضبوطة بين the spinal suppressus وال medial side of right clavicle وبين the spinal suppressus وال medial border of left clavicle، لازم تكون equidistant. يعني إذا المسافة متساوية يعني not rotated، يعني المريض شلون يكون واقف بطريقة عدلة. زين، إذا المسافة غير متساوية يعني المريض واقف أعوج، يعني شلون تكون الصورة؟ هذه الصورة هي تمثل لي إن الفيلم المضبوط الصحيح اللي هو not rotated، إنه المسافة بين الـ spinal suppressus الشرارة على الخط الأصفر والـ medial border of both clavicles تكون equidistant، هذا نقلتيتد يعني هذا مضبوط. هنا الصورة هذا الفيلم شوية راح يكون روتيتد، فراح تكون الرئة قريبة من الفيلم ورئة أبعد من الفيلم. الرئة القريبة من الفيلم راح تكون طبعا الاكسبوجر يعني يختلف، أو قصدي الصورة السواد يختلف بين الجهة القريبة والجهة البعيدة. هاي الحالة تحدث خاصة عندنا بالأظفر، فأني المهم عندي أن نعرف rotated or not، وأيضا مهم عندي أنه أعرف هذا left or right side. طبعا ممكن أحكم عنه من وجود الليفر بالرايت سايد، وممكن وجود القلب بالجهة اليسار، والجاستريك بابل يكون نورمالي بالليفت سايد تحت الدايفرام بالليفت سايد، بس اكو حالات مرضية ممكن ديكستروكارديا القلب يكون على اليمين، اكو بعض الاحيان انه القلب يكون على اليمين والليفر هم على اليمين والستمك باليسار، او بالعكس القلب يكون باليمين والليفر يكون باليسار والستمك تكون باليمين، يعني الاشياء كلها مقلوبة بالعكس. لهذا انا مهم عندي انه اخلي اللاند مارك مالي الرايت اور ليفت.